مكة، مؤتمر دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة ثانية. فباسمي وباسم جميع قيادات جمعية من أجل مصر أرحب بالسادة الحضور وأرحب بالمنصة الكريمة. اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب. مصر التي أبت من خلال قائدها وزعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يدمس أرضها الإرهاب، مصر التي انتفضت من خلال رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة من أجل تطهير سيناء من الخونة والمرتزقة وعبدة الدولار. نجتمع هنا جميعا لنعلن أننا نؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسة ثانية. وفي هذا التجمع أن نبعث برسالة إلى العالم أجمع، نعم من حي الجمالية ومن ميدان الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، نبعث برسالة إلى العالم أجمع مضمونها أن شعب مصر على قلب رجل واحد صفا واحدا خلف قائد هو ابن الجمالية اسمه رئيس عبد الفتاح السيسي. والله حقا كفله الدستور لكل مصري أن يختار رئيسه، وأنا كمواطن مصري سوف أنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الإنجازات التي لا تخطئها عين منصفة. له إنجازات في مجالات شتى، محاربة الإرهاب، بناء مدن جديدة، شبكة الطرق الحديثة، تأمين العمالة المؤقتة وغير ذلك الكثير والكثير.